شفت أما سبحان الله وأنت تقرأ عن امرأة فرعون تجد أن تلك المرأة مع أنها كانت تعيش تحت أغنى ملك في الدنيا في ذاك الزمان، إلا أن غناه لم يسكن قلبها، وإنما سكن قلبها أن تكون جوار ربها جل وعلا. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. سبحان الله العظيم، القلوب التي تطير نحو الله جل وعلا وتحوم حول عرش الله هي القلوب التي ملئت نجاح، وهي القلوب التي فيها السكينة والإيمان والثبات. سبحان الله، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير، كما قال ابن القيم النوايا على قدر العطايا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، الله يعطيك أعظم مما في قلبك جل وعلا. ولذلك سبحان الله، دائما الإنسان وأبدا إذا تأمل في خبر هذه المرأة ازداد يقينه بالله جل وعلا. امرأة الدنيا بين يديها، ومعلوم أن من نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين تستجر مثل هذه الزينة، إلا أن تلك المرأة تجد أن في قلبها من نور الله ما جعل تلك الدنيا لا تعدل عندها جزء من جناح بعوضة وليس جناح بعوضة. أي قلوب تلك القلوب؟ هي القلوب التي تتعلق بالله جل وعلا.